السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير مشاهدينا الكرام في نظرة جديدة نلقيها على الأسواق العربية والخليجية وأيضا أسعار النفط والعملات والمعادن. نبدأ مشاهدينا بالتعرف على آخر التطورات. بدايتنا مع الكويت حيث افتتاحية خضراء اليوم ب13% بواقع 21 نقطة. أبو ظبي حالة من التذبذب لكنها تظل مستقرة حتى اللحظة في المنطقة الخضراء أيضا بهامش ضئيل. دبي 13 تفصلها عن المنطقة الحمراء إذا تقع في المنطقة الخضراء ب12 نقطة بواقع 12 نقطة عند 3480. أما سلطنة عمان ففي المنطقة الحمراء تظل لكن بهامش بسيط. نتابع من البورصات التي اختتمت تعاملات أمس ولم تفتح بعد ونبدأ بالبورصة القطرية حيث أنهت تعاملات أمس على انخفاض بنحو نصف نقطة مئوية بتراجع البنوك بقيادة الأهلي ب10% والمجموعة الإسلامية ب2.7% ومصرف الريان وقطر الإسلامي ب1.5% والعقارات بتراجع بروة 2% والمتحدة للتنمية ب7.1% والنقل بخسائر الخليج للمخازن والملاحة فيما تصدرت الارتفاعات أسهم البنك التجاري والخليج بأكثر من 2%. اختتمت البورصة السعودية تعاملات أمس على ارتفاع طفيف ب0.04% بدعم من البنوك وارتفاع بنك الجزيرة ب1.1% والراجحي والرياض والبتروكيماويات بقيادة سبك وبتروكيم ب18% وبترو رباغ ب3% والطاقة بمكاسب كهرباء ب2.2% وقطاع الإعلام والصناديق العقارية بقيادة الرياض ريت والجزيرة ريت فيما تراجع قطاع النقل والتأمين. اختتم مؤشر البورصة المصرية EGX30 تعاملات أمس متراجعا ب1.1% وسط موجة للبيع من قبل المصريين والعرب وخسائر 92 سهما من إجمالي 174 سهما متداولا عليها. وجاء في صدارتها السعودية المصرية للاستثمار والتمويل واسكوم للتعدين والخليج الكندية بينما تصدرت الارتفاعات أسهم مصر للألمنيوم والوطنية لمنتجات الذرة. الآن نترككم مشاهدينا مع المؤشرات العالمية الآسيوية والأوروبية وأيضا أسعار النفط والعملات والمعادن. وللمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا دكتور عبد الله الخاطر المدير التنفيذي لشركة الأمل الاستثمار العالمي. أهلا بك دكتور. نبدأ بنظرة عالمية طالما أنك معنا. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على وشك أن يصدر قرارا فيما يتعلق ما إذا كان سيرفع الفائدة مرة أخرى أم لا، كما وعد أنه سيرفع ثلاث مرات في 2017 مما سيؤثر على قيمة الدولار أمام العملات وعلى الأسواق الأمريكية ومن ثم الأوروبية والعالمية بصفة عامة. أولا التوقعات تصب في صالح أنها ستزيد، لكن ما رأيك أنت في التأثيرات الممكنة إذا ما حدث ذلك؟
حقيقة في أكثر من عامل السؤال هذا يفتح. أولاً الباب على موضوع التوقعات في الأسواق، وعادة الأسواق الحقيقة تسبق الحدث بفترة، ويتم خلال مراحل ما قبل الخاصة بالنسبة للفيدرالي ترتفع نسب الأمان بالنسبة لرفع سعر الفائدة. في آخر الفترة وصلت إلى حوالي 90 فوق 90%، مما يعني أن الأسواق أصبحت أخذت عامل رفع سعر الفائدة في الحسبان. ولذلك احنا شفنا كثير من الأسواق العالمية طبعا في نوع من التردد، في نوع من التوجس، خاصة قبل اجتماع الفدرالي اليوم. وهذا ما زلنا نشوف الحقيقة، بعض الأسهم العالمية تأثرت، وخاصة الأسهم اللي مرتبطة في العقار، لأنه رفع سعر الفائدة راح يكون له الأثر الأكثر على طبعا قروض العقارات عالميا وخاصة بأمريكا، ولذلك أثرها بدأ من ناحية هذه التطور. أيضا أسعار النفط تلعب دورا الآن بشكل أو بآخر في تأثير قوي على البورصات لا سيما الخليجية. هناك انخفاض بما ما بين 4 إلى 5 دولارات في البرميل الواحد، وبالتالي إلى أي مدى يؤثر ذلك على الاستثمار والمضاربين في الأسواق الخليجية؟ بالنسبة للمضاربين خاصة بالنسبة للسلع، طبعا هذا التقلبات هي اللي تفتح الفرص بالنسبة للمضاربين. طبعا المضاربين، احنا لما نتكلم عن المضاربين عادة ما يكون هناك نوع من السلبية في هذا الموضوع، ولكن أيضا في نفس الوقت هم اللي زودوا السيولة بالنسبة للأسواق، إن كان سوق السلع، إن كان الأسواق الأسهم والبورصات بشكل عام. ارتفاع سعر النفط تراجع سعر النفط خلال المرحلة الماضية الحقيقة كان له أثر خاصة على أسعار أسهم وشركات الطاقة بشكل عام. طبعا يستفيد منها الطاقة البديلة، واللي تأثر بشكل سلبي الشركات المنتجة أو الخام، الشركات المنتجة، الشركات البحث، شركات كل الشركات المتعلقة الحقيقة. طبعا في المرحلة الماضية عندما ارتفع سعر النفط إلى فوق 50، وهذا تحدثنا عنه في الماضي، تبدأ تدخل طبعا ما يسمى بالفراكينج أو الزيت الصخري والنفط الرملي، تبدأ تدخل الأسواق. فعملية العرض والطلب تبحث عن نقطة توازن. الأفضل بالنسبة للنفط طبعا على 50، قريب 50، أعلى من هذا يبدو أنه تسمح للشركات المنتجة للنفوط الغير أساسية للصخرية في أمريكا أن تدخل، الصخرية يعني والرملية، لأن الصخرية اللي هي طبعا من خلال التكسير أو التهشيم تحت طبقات وذلك الأرض، دكتور الرملية اللي هي على سطح الأرض، وهذه موجودة في كندا في مناطق كبيرة يتم معالجتها. طيب. وأيضا للتوضيح أيضا أن قيمة أو تكلفة استخراج برميل النفط الصخري أو الرملي هي عالية مقارنة بالنفوط العادية التي نعرفها في الأسواق الخليجية تحديدا. صحيح. هي أقل التكاليف أو البراميل تكلفة لاستخراجها 10 دولارات تقريبا في السعودية، ويقترب من ذلك المبالغ في بقية الدول الخليجية، وبالتالي هذا يعكس لماذا تبدأ أمريكا تحديدا في التوسع لإنتاج النفوط الصخرية حينما يبدأ هناك عملية جني أرباح بالنسبة لها بعد التكلفة التي تقارب تقريبا 45 دولارا للبرميل النفط الصخري، وبالتالي بعد ذلك تبدأ عملية بحث وتدوير على هذه النفوط، وبالتالي يكون هناك طلب أو عروض كبيرة من قبل الشركات الأمريكية، ومن ثم تكون هناك منافسة مع النفط الخليجي. صحيح، لكن العامل المؤثر الأكبر طبعا اللي هو التقنية، لأنه في المراحل في الماضي بعض يعني التقنيات هذه ما كانت متواجدة في الأول. اثنين، كانت أسعارها عالية، بدأت تتراجع الأسعار، فكل ما تراجعت الأسعار وكل ما تم تطوير التقنية هذه كل ما تنخفض تكلفة البرميل.
ففي الماضي يعني خلال السنوات الماضية كان التكلفة كانت قريب $60 الآن وستين. الآن انخفض بعدين انخفضت ل 55 انخفضت ل 50 واليوم نتكلم عن 45 وممكن يجينا أيام نتكلم تحت 45 ما يسمح بزيادة الإنتاج طبعا كل يعني نفس المراحل اللي تمر فيها صناعة النفط التقليدي خلينا نسميها أو الهيدرو الكربوني في المراحل اللي يكون فيه طفرة الأجور أعلى الإيجارات أعلى التكلفة أعلى بشكل عام في المراحل اللي تنخفض طبعا تنخفض تكلفة الإنتاج والتصدير بالنسبة للنفط الهيدرو كربوني وفي نفس الوقت طبعا تتراجع تكلفة النفوط الأخرى ولذلك هي معادلة تتحرك حسب العرض والطلب وحسب طبعا العامل المؤثر الأكبر على هذا النمو الاقتصادي النمو في الاقتصاد العالمي النمو في الاقتصاد العالمي بدأ يستقر وبدأ يتحسن ولذلك مع أيضا مع مرور الوقت ممكن أيضا أن الأسواق تستوعب وأيضا كلا الدولار حينما ترتفع قيمته أمام العملات الأخرى يؤثر ذلك سلبا على شراء البترول بالنسبة لحائز العملات الأخرى الذين سيتكلفون أكثر حينما يقوى الدولار أمام عملاتهم وبالتالي يحجمون إلى حد ما ويبدأون في استخدام احتياطاتهم التي لديهم لحين انخفاض قيمة الدولار أمام عملاتهم المحلية وبالتالي يبدأون مرة أخرى في زيادة الاستيراد نعم يعني احنا نتكلم عن السعر وأثر السعر في العرض والطلب بشكل عام وخاصة ناحية الطلب السلع بشكل عام تقيم بالدولار ولذلك كل ما يرتفع الدولار كل ما يتراجع الطلب بعض الشيء ولكن بالنسبة للنفط الهيدروكربوني والنفط والنفوط الأخرى البديلة هم لأنه معظم إنتاجهم بأمريكا فالعملة لا تؤثر بالنسبة للمنافسة بين الاثنين لكن تأثر بالنسبة للأسواق والعمل أشكرك لهذا التوضيح دكتور عبدالله الخاطر ابقى معنا مشاهدينا الكرام نذكركم دائما بأنه يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحتي برنامج البورصة على فيسبوك وتويتر فاصل قصير نعود بعده لاستكمال بقية الفقرات أهلا مجددا مشاهدينا ماذا تعني العقود الآجلة هذا هو مصطلح اليوم معنا في برنامج البورصة نتعرف عليه مع ضيفنا أيضا دكتور عبدالله الخاطر العقود الآجلة أداة مالية يتم بموجبها الاتفاق بين طرفين لشراء أو بيع أسهم أو سلعة أساسية مع موعد تسليم محدد مستقبلا تعتبر وسيلة لتحقيق الأرباح سواء عرفت الأسعار انخفاضا أو ارتفاعا دون امتلاك الأصل المتضمن في العقد وفق هذه الأداة لا يشترط تبادل السلع المشترون والبائعون يكتبون عقودا آجلة بثمن محدد يعتقد أنه مناسب في التاريخ المحدد سوق العقود الآجلة يوجد بها فاعلان رئيسيان هما المتحوطون والمضاربون المتحوط هو كل من يقوم بعملية بيع أو شراء لحماية استثماره في سلعة ما من المخاطر ومن تقلبات الأسعار المستقبلية المضارب يقوم بشراء العقود الآجلة بغرض بيعها لاحقا بسعر أعلى أو بيعها بغرض شرائها لاحقا بسعر أدنى تعتبر الرسوم على العقود الآجلة منخفضة مقارنة بالأدوات المالية الأخرى يمكن بسهولة الدخول في صفقات شراء نظرا للسيولة العالية التي تمتاز بها أسواق العقود الآجلة التداول في أسواق العقود الآجلة يتم بنظام الهامش ويكون متطلب الهامش فيها منخفضا إذن دكتور للتبسيط العقود الآجلة بمثال العقود الآجلة يعني أنتم طرحتوا يمكن جانب من الاستخدامات إما للتحوط وهذا صحيح وإما للمضاربة ماذا تعني التحوط يعني قبل أن نشرع في التفاصيل التحوط الاحتياط يعني أخذ لا الاحتياط لا التحوط اللي هو توقع مثلا تراجع السعر أو تراجع السوق فأنت تشتري شيء في حال أن تراجعت السوق أنت مستفيد ففي طبعا مؤشرات تقدر أنت تشتريها مثلا الـ VIX اللي هو مثلا ما يسمى بمؤشر المخاطر فإذا أنت اشتريت السوق تتراجع الـ VIX طبعا يطلع يعني يكون مستفيد من أي تراجع بالسوق بالنسبة للأسهم حتى يعني أنا اللي بأضيفه حتى لو أنت مستثمر
وتبغي تدخل على السهم، ولكن نشوف أن السوق ضعيفة، فبدل ما تشتري مثلا على 30 دولار مثلا، أنت قادر تبيع ما يسمى بالبوت بالسوق وتأخذ بريميوم حوالي 2.5%، وتنتظر حتى ينزل عن السعر بحوالي 5 دولار، وتقدر تمتلك السهم، بس تمتلكه حسب السترايك برايس اللي هو اللوز، وبعدين تمتلكه وانت ايضا ماخذ 2.5. فلو اشتريته انت على 30 انت راغب بالسهم، فبدل ما تشتري اذا ما تتوقع يعني عندك تردد انه السهم هذا ما راح يطلع يمكن، بس انت راغب بالسهم لانه تعتقد ان الشركه جيده وقويه وانه في اخبار قد لا تكون ساره، فتسيل تبيع البوت بالسوق. وبعدين في نوعين من الخيارات، في الخيارات الامريكيه والخيار الاوروبي. الخيار الاوروبي يتم تنفيذه في نهايه التاريخ، الخيار الامريكي ممكن تنفيذه في اي وقت حسب الكاونتر بارتي او الشخص اللي اشترى العقد، وممكن هو ينفذ في أي وقت، فيعتمد على نوعية العقود والسوق. ومثل ما قلنا يمكن إضافة أيضا عامل ثالث اللي هو المستثمر. طبعا بالنسبة لصاحب اللي يملك السهم ممكن يبيع كول بالسوق، يعني هو مثلا ممكن اليوم يبيع أيضا على 30 دولار، لكن هو قادر يبيع على الكول على 35 سترايك برايس اولا، فيربح 5، اثنين ياخذ 2.5 اللي قادر ياخذها من ايضا الكول، فهو كسبان. فعمليه المضاربه تاتي على بعض الانسترومنت او ادوات التحوط اللي يعني حسب توقعات المضارب، ولكن هذا انا اعتقد ايضا جزء ضئيل من دكتور العالم. الان حان وقت الفقره الخاصه بالتعليقات على سؤالنا الذي طرحناه على صفحتي برنامج البورصه على فيسبوك وتويتر. بعد هذا الفاصل السريع نتعرف على التعليقات. ما رأيكم مشاهدينا الكرام في إلغاء الحكومات للدعم على السلع أو تخفيض هذا الدعم؟ السؤال وهذه الإجابات. دعم السلع الاستهلاكية سياسة خاطئة لأنها سياسة تربي فينا الاتكالية، ولكن هناك طبقات في المجتمع تستحق الدعم مثل الفئات الهشة التي لا تستطيع تحصيل قوتها بيدها، وهناك شك في نجاح الدعم النقدي المباشر لأن مجتمعاتنا مليئة بالأشباح الذين يحضرون في وقت العطايا فقط. أين حق الفرد من دخل دولته؟ لم يتساءل الوليد على تويتر يغرد: أتمنى إلغاء الدعم عن التموين حتى نحس بطعم النعمة والخوف عليها. أرى أن نستفيد من تجارب الدول التي لا تمتلك مقومات مادية ونجحت نجاحا باهرا في بناء وتأسيس كل شيء في مجتمعاتها. يفضل أن يقدم الدعم في المشاريع التنموية مثل المدارس والكهرباء والمياه والخدمات البلدية والتطويرية. حمزة يغرد: المقترحات هي وضع الرجل ذي الكفاءة في مكانه وتفعيل دور وزارة التخطيط، فعليها يقع تأمين مستقبل الأجيال. السهم الحر يقول: الغلاء ناتج عن فرض ضريبة وجمارك على السلعة ومشتقاتها، ودون ذلك لن تحتاج أو نحتاج إلى دعم أو خلافه. لماذا لا تتحمل الدولة مسؤولياتها وتعمل على إنتاج ما تستورده وتصنيع المستورد وتصدير الإنتاج؟ الصناعة هي الحل. طبعا الصناعة هي الحل. تحولت ماليزيا من دولة زراعية إلى صناعية على يد مهاتير محمد، وأصبحت ذا شأن في هذا الصدد. نعم. طيب كيف تعلق على أن بعض الحكومات الآن تتجه لرفع يدها عن الدعم السلع الأساسية أو تخفيض ذلك؟ هو رفع الدعم يعني كثير من المتابعين المراقبين الاقتصاديين واضح بالنسبة للحقيقة الأكثرية أنه الدعم أصلا بشكله الحالي وبدون لا يكون مدروس وبدون لا يوجه للطبقات المحتاجة يبقى يظل الدعم، أنت تدعم الضعيف والقادر، فهو يعني الآن بالنظر له في حقيقة الموضوع في جزء كبير يعني هدر بالنسبة للاقتصاد وبالنسبة لقدرة الدولة.
إذا كان في طبعاً شرائح معينة يتم وضع برامج واضحة توجه للشرائح المحتاجة. أما أنه يعني ناس أصحاب بلايين وتدعمها في البنزين وتدعمها في الأكل وتدعمها في الكهرباء وعنده مثلاً مشاريع ولا عنده أيضاً بلل كبيرة والحاجة قد الإنسان يعني العادي مئات المرات. هنا يأتي الرفض للدعم. نعم، فجزء كبير من الدعم يذهب هدر الحقيقة بدون لا يكون موجه للمستحقين. أشكرك. نعم. شكرا جزيلا دكتور عبد الله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة الأمل العالمية للاستثمار، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. ساعتان من الآن وتغطية مباشرة من قاعة تداول البورصة القطرية عبر شاشة الجزيرة مباشر، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله.